حنا هنايا متواجدين، اول حاجه بعدا كنا بغينا نطلبوا نقولوا الشكر لجلاله الملك الله ينصره. اول حاجه في هذه الوقفه هذه الشكر لجلاله الملك الله ينصره والله يطول لنا في عمره، اللي كانت المبادره الاولى منه كانت مني وقعت الواقعه ديال الحرب ديال اوكرانيا ما بين اوكرانيا وروسيا. اول حاجه ما قام بها سيدنا جاب لنا وليداتنا انه صدر بواحد القرار اللي دلا به باش يجيبوا لنا وليداتنا، والحمد لله انه كانت مواكبه ناجحه، جابوا لنا وليداتنا الحمد لله على خير وبخير. من بعد جا تصريح ديال السيد الناطق الرسمي بالحكومه بالادماج ديال وليداتنا وبانهم هادو وليداتنا ما غنتخلاوش عليهم. فرحوا وليداتنا حتى هما معاهم، حتى من الطلبه ديالنا وليداتنا اللي كانوا بقاو على برا من يسمعوا هذا الخبر هذا فرحوا به وجاو ورجعوا في حالاتهم. رجعوا علاش؟ حيت تقف الدوله ديالتهم، تقف بلادهم، فبالاحرى كيلقاو الدوله لحد الساعه باقا ما دارت حتى شي حاجه معاهم. كل مره كنجيو كنديروا وقفه كندليو بالرسائل ديالتنا بالقرارات بالاقتراحات اللي عندنا وبالمطالب اللي عندنا تجاه الطلبه ديالنا، تيخرج لنا الوزير بتصريح تيقول لك بني من بعدها كاينه تخرجات كيقول لك راه درنا واحد المنصه رقميه الحمد لله تسجلوا فيها الطلبه، كان واحد العدد ديال هنايا 7200 من بينهم 75% ديال الطلبه ديال الطب. هاد 75% ديال طلبه الطب راه ما كنشوفوه، كتبان لي كيقولوها لنا بهذا الرقم هذا بان كثيره، ولكن حنا ملي كنجيو نشوفوا ما لقاوش كثيره. اباء وامهات طلبه المغاربه باوكرانيا يضطرون مضطرين للوقوف امام وزاره التعليم والبحث العلمي والابتكار، لا لشيء غير ادماج ابنائهم في الكليات والمعاهد العليا بالمغرب. معلوم ان هاد الابناء عانوا الامرين أثناء تواجدهم في أوكرانيا، ولما باغتتهم الحرب التي لا يد لهم فيها ولا يد للمغرب فيها، وأصبحوا مضطرين للخروج من أوكرانيا فعلا بعد معاناة التحقوا بالدول المجاورة، ومن حسن حظهم والفضل يرجع لصاحب الجلالة أن طائرات نتاع الخطوط الملكية المغربية توضعت رهن إشارتهم بأثمنة جد يعني مناسبة، فيهم من بقي من فضل البقاء في أوروبا سواء الغربية أو الشرقية في الدول التي لا توجد بها حرب، ولكن عدد مهم التحق بالمغرب. الآباء والأمهات فرحوا كثير وكانوا مسرورين لما لاحظوا العناية اللي قاموا بها المسؤولين للالتحاق نتاع ولادهم بالمغرب. فرحوا أكثر لما أعلنوا على فتح منصة اللي يملؤوا بها المعطيات ديالهم كل من التخصص ديالو، وكلنا والفرحة الكبيرة كانت لما صرح السيد الوزير بإدماج طلبة وبأن وليداتنا ما غاديش نفرطوا فيهم كما جاء في تعبيره، وأكد ذلك الناطق الرسمي للحكومة مباشرة من بعد المجالس الحكومة مجالس الوزراء اللي كانت كتم. فهنا المشكل، حنا كنا دائما آمال باش وليداتنا غادي يتحل المشكل ديالهم، ولكن الآن وقع شوية تماطل، ونتأسف لكون الوزارة لم تحسم بعد في هذا الأمر، وخاصة ونحن على أبواب نهاية السنة الجامعية. السنة الجامعية الحالية غادي تنتهي، وليداتنا مازال ما بان لهم حتى شي حاجة، والآباء كذلك، وبالتالي حنا نطالب وتواجدنا هنا وهو للمطالبة بتسريع بإدماج أبنائنا. طبعا كاين حلول اخرى كتشوفها الوزاره، الا انها لا يجب ان تنسى
بان اوكرانيا كانت البلد اللي فيه الاثمنه نتاع الدراسه والرسوم نتاع الدراسه هي المنخفضه في كل انحاء يعني الدول سابقا نتاع الشرقيه، وبالتالي الان الا كان تعطينا شي بديل باش نمشيو لدول اخرى فالرسوم هناك نتاع الدراسه مضاعفه وبعد الاحيان مضروبه في ثلاثه، وبالتالي الاباء لا يمكن فيهم من دار ديون وفيهم من حرم راسه من الضروريات باش يضمن لولده المستقبل. الان ووقع ما وقع وامام هذه الاكراهات نطالب ان تقوم الدوله المغربيه لمواجهه هذا الوضع بكل اريحيه ولحل المشكل بطريقة يعني اللي يستفد منها الجميع. الكل كيشوف بأن مثلا لما كانت كورونا ولما الناس ما كانوش كيشتغلوا كانت الدولة كتدخل وعطات بعض الأجور للبعض، الناس اللي نقص عليهم العمل مثلا في الفنادق تعطى لهم تاهما دعم. فنعتبروا هذه الوضعية نتاع الطلبة ديالنا حتى هي وضعية من دوك الوضعيات، ويتعطى لهم واحد الدعم على شكل منح اللي تكون منح تكميليه لذاك المصاريف اللي كيصرفوها الوالدين عليهم ويمشيوا يواصلوا الدراسه ديالهم الا كان ما كاينش شي حل اخر. ولكن الاباء هنا متواجدين اليوم بالخصوص لما ان السيد الوزير قال كاين الادماج، فبدون شك الطاقه الاستيعابيه نتاع المؤسسات ديالنا الجامعيه والمعاهد العليا قادره على استيعاب هذا العدد نتاع الطلبه، وخصنا نفكروا للنهايه نتاع الطلبه هذ. الطلبه لما غادي يتخرجوا غادي يشتغلوا في المغرب، غادي يستافد منهم الشعب المغربي، غادي يستافد منهم الدوله المغربيه. حنا الان اصبحنا منفتحين على دول كثيره وبلادنا اصبحت قبله للمستثمرين، وبالتالي حنا في حاجه الى اطور بكل بمختلف التخصصات. البلاد محتاجه الى مهندسين اللي غادي يشتغلوا في دوك الشركات نتاع الاجانب اللي غادي يجيو واللي راهم هنايا، محتاجين الاطباء، محتاجين الصيادله، محتاجين الاطباء نتاع جراحه الاسنان، محتاجين المهندسين بمختلف التخصصات ديالهم. اذا نفرحوا لهذا ربما كما كيقولوا رب نقمه نعمه، بان هذه الحاله هذه فينا غادي تكون مهمه للبلاد. يخص غير شويه نتاع الحكمه والتبصر باش نتعاملوا مع هذه الوضعيه هذه فينا، ونسرعوا بالادماج نتاع وليداتنا من جهه باش نهنيوا هذوك الطلبه بنفسهم اللي رافدين الهم، وفي نفس الوقت الاباء يكونوا مرتاحين ويكونوا مطمئنين على الابناء ديالهم. فنحن لا نطالب الا بما يطالب به المغاربه كلهم، حنا ما محتاجينش شي حاجه زياده على داك الشيء اللي ظروف خاصه، خص ظروف استثنائيه خصها تصرفات وسلوك استثنائي من طرف المسؤولين. فنحن نلتمس منهم ونناديهم ونتوجه الى طبعا الاريحيه ديالهم والحب ديالهم للوطن باش يقوموا بحل هذا المشكل هذا فيه.